أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها أصدرت توجيهات للحكومة والوفد المرافق بالتوجه إلى قطاع غزة والعمل على إنجاح المصالحة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إن هدف المصالحة هو إعادة لحمة الأرض والشعب ورفع المعاناة عن المواطنين في القطاع، مؤكدا أن موقف الرئيس محمود عباس من هذا العمل سواء في اجتماع اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية هو مصلحة وطنية عليا.